مرحبا شباب، قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. بهذا الفيديو حنحكي عن مصطلحي البروتروجين والريتروجين. البروتروجين والريتروجين هم مصطلحات حركة خاصة special terms of movement نستخدمهم لوصف حركة أجزاء معينة من الجسم. مثلا نستخدمهم لنوصف حركة الماندبل اللي هو الفك السفلي، أو الشفة اللبس، والتانك اللي هو اللسان، لأن هذين التراكيب أو الأجزاء إلها القابلية أنه تتحرك لقدام ولورا. فعندنا البروتروجين هي الحركة اللي حتخلي التركيب يتحرك anteriorly أو forward، يعني يتحرك لقدام، لأن كلمة بروترود معناها projecting something forward، يعني نبرز أو نطلع شيء معين للأمام. فمثلاً من نسوي بروتروجين للماندبل مالتنا اللي هو الفك السفلي، معناها حنطلع أو حنبرز الفك السفلي لي قدام أو anteriorly. فمعنى البروتروجين مثل ما قلنا هو أنه نطلع أو نبرز التركيب للأمام أو لي قدام. أما الريتروجين فعكس البروتروجين بالضبط، بحيث هنا حنرجع التركيب أو نحركه posteriorly أو backward، يعني لي ورا. مثلا من نسوي retruding the protruded mandible، يعني حنرجع الفك السفلي الى وضعه الطبيعي ونرجع لي ورا بعد ما كان بارز لي قدام او بعد ما كان protruded. فمعنى retrusion هو انه نرجع التركيب ونحركه لي ورا. هذا كان في شرح خفيف ومختصر مفيد عن معنى البروتروجين والريتروجين تيرمز. وها هي، نشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامه.